بحكم هاد المعاناه اللي كاينه في هاد الدائره اللي شفناها حاليا حنا كسائنه ديال الحي ديال فاسينطا. المهم واحد اللمحه على هذا الشخص هذا فين هو، راه الحمد لله انا كنعرفو راه تقريبا هذه 14 سنه وانا كنعرفو لان كان كخدم معايا في مارسا. هذا هو واحد من الضحايا ديال 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 مارسا اللي شبرت صغيره من كاس داخل الميناء ديال طنجه وردوها لنا في القصر. الناس اللي ما خداوش التعويضات ديالهم والناس اللي تشردوا وتيتسموا، علاش؟ لان السيد كان خدام في مارسا، بنا اسره اللي حنا بنا عانينا منا فيها، حنا كنا الطبقه اللي كنا مرخصه وهو كان الطبقه الغير مرخصه. هاد الطبقه اللي كانت غير مرخصه فتم التهميش ديالو الاقصاء ديالها، ما خداوش الحق ديالهم في الاستفاده من ذاك الطرد التعسفي اللي كان في الميناء ديال طنجه. السيد عيام ما يدبر خدمه، كان بواحد الوضعيه معينه كيخدم فيها في مارسا، كون الاسره ديالو، ذاك التكوين ديال الاسره اللي كون الاسره ديالو تشرد. الانسان ملي كيتشرد وكيتقاس في القوت اليومي ديالو راه يقدر اي حاجه يعملها. وهاد المعاناه رانا عشتها في 2006، عشتها في 2006 وعرفت المعاناه ديالها بمعنى الكلمه. انا بديت تشردت وكنت كاس ديال القهوه، كنا كنتعاونوا ب 13 بينا باش كنخلصوا كاس ديال القهوه اللي بغات الولايه طنجه، يعني 13 ديال الناس كيتعاونوا على كاس ديال القهوه ب 13 ديال الدراهم. المشكل ماشي في الشخص، لان الشخص انا كنعرفه شخصيا، فهمتيني، وكنعرف الحاله النفسانيه ديالو وكنعرف حتى السلوك ديالو. فالانسان ملي كيوصل لهاد المرتبه راه كيخرج من الفطره الانسانيه، راه دابا حاليا السيد هذا خرج من الفطره الانسانيه باش يقتل المحارم ديالو او يقتل الاسره ديالو، راه خرج من الفطره الانسانيه. والانسان ملي كيخرج من الفطره الانسانيه ديالو راه كيولي كحيوان، ما كيبقاش ديك الانسان كانسان، يقدر تصور منه اي حاجه يقدر يعملها. فحنا كنوجهوا واحد اربعه د الوليدات جوج، هادو ماتوا جوج، ماتوا واحد 7 سنين وواحد كيقولوا 5 سنين 3 سنين، فهمتي؟ يعني بالضبط بالتاريخ السن ديال الاولاد ديالو ما عرفوش بالضبط. اخر مره دابا تقريبا شي شهر باش شفته، شي شهر هادي ما شوي انا باش كنوا باش شي شهر ما شوي انا. ودابا المشكل اللي كاين هو ان حنا هاد الظواهر الفنيه اللي كنشوفها بينا كنشوفوها بزاف. بالنسبه لي بحكم هاد السيد راه كنعرفو هادي 13 سنه و 14 سنه كنعرفو، يعني ما تصدمت انا بالنسبه لي اللي كتصدم هاد الواقعه فيني، وبحكم انني كنعرف الحياه ديالو يعني ما كتجي كتجبرها، يعني هي ملي كتجي تقارنها كتجبر بحال لوجيكمون بحال كتقدر تقبلها. لان انا قلت لكم الانسان ملي كيخرج من الفطره الانسانيه ديالو راه تصور منه اي حاجه يقطعها، راه هي فاجعه بالنسبه لنا، فهمتيني؟ بالنسبه على الخبر تصدم على الترضيه انك كيجلس معنا هنايا ترانكيل، جاتنا اصلا بشكل فهمتي ما توقعناش هذا الشيء هذا كامل. عاوزي ما تا واحد ما كان مخزن جا وقع تصدقش لعبه ونميتي، تا واحد ما عمره وقع هادشي هنايا عندنا يعني. حتى حصلنا السرقه وما كايناش قليل اذا كيبان شي واحد. السيد دابا هو ساكن معنا هنا قول شي عام ولا شي عام ونص هيدا هو هنا بولد حام. والله ما نعرف، كان هو كيهز واحد الساك وكيخرج كوبري اللي التاكسي ولا كيجيبو التاكسي لبا فين كيخدم، كان كيجلس معانا هنا كتجيبها عمارات كيتعطل بالليل، كمل حشيش عادي، كمل حشيش عادي كارو السيد نورمال ما كيعمل والو، صافي تا صدمنا سمعنا الواقع قال لك عليك. سمعنا المخزن هنا يمكن شي جد الرواح ولا الله اعلم عواوي ما تا جا المخزن فتح جا صافي جبروا ديك الشيء دارت الهضره هنا جوج دراري صغارين معاك انا هنايا كان كيبان لي ترانكيل الا هضرنا بشي موضوع عيدا صافي فهمتي كيدار معاك شي سطحي ماشي شي واحد دغيا يهضر معاك ولا اي حاجه يقولها لك. السيد جالس كدا نورمال كيحترم راسو كنا كنحترمو هنا بحال ضروري دابا تي دابا تسمع جوج دراري راه ما تدخل لكش لعقلك باش كاين شي واحد كيقصر طادي طاجا بالي جزيئه فاسينطا كاين شي واحد كيقتل جوج ولادو عمو ديالي راه قاصحه راه الله يكون في العون ما تعرفش الظروف ديالو شنو المشكل شنو اللي خلاه يعمل داك الشيء شنو الظروف ديالو راه الله يكون في العون. طنجه راه معيشه غاليه كره روينه وعاد بحال اللي قال لك الصديق راه الخدمه يمكن والو مقصاح راه الله يكون في العون. انا لقاو واحد العشيور كامارير وكان كيريح معنا هنا قال هادي شي 4 ايام شافوا الوجه ديالو ماشي هو هذاك فهمتيني قال له عدل لي شي قهوه كدا بوم خانا مشاكل بوبري فهمتي مشاكل مع المراه ديالو والعلم لله مؤخرا كيفتش على الخدمه فهمتي الظروف المهم تقدر شي تعرف شنو كاين راسي كاين هذا بوبري غيكون عنده ديك 40 عام 38 عام تقدا ديالنا هذاك ياك محافظ جاوب بوليس السلطه العلميه الراجل صاحبي
شي يومين وما ولادو تعبنا نسمى فهمتي عادي ساك عيطون على السيد كان هارب كان شي هنايا يعني عندنا سمو النسمة تب ميتة فهمتي هما اللي ديكلارا وجاو فرعوا بيبان وكذا وجبروا ولادو مساكن جوج مقتول وكانوا عندو أربعة العواول جوج ماتوا وجوج واقيلا كانوا مشاو مع يماهم ولا ما نعرف فهمتي المهم يماهم كانت هنايا بقاو عايشين جوج دولادو معاه ويماهم كازا واقيلا تا هو مكازا غادي تصدم الاخوة فاتي هذا يعني اول مرة نشوفو الجريمة بحال هايدا اخر قتل جوج دولادو الله يحسن العون فهمتي احسن العون ما تقدرتي تعرف الظروف الانسان اللي جعلته تيوصلنا الظروف هذه فهمتيني راه تقتل ولادك راه واحد الحاجة صعيبة صاحب سنتي المشاكل يكون كنا المشاكل كما كانوا ما توصلش الدرجة اللي غتقتل تينا جوج د العواول وهاني الدم ديك العواول شنو عملوا عندك مشاكل مع المرأة ديالك ولا مع شي واحد مشي حل المشاكل معاه ولا حلوا معاه بالمخزن ولا أي طريقة بالحق واش تقتل ولادك راه كيتكنا الانسان وصل واحد فهمتي واحد الحاجه اللي الله يحفظه السلام.